عسلامة، مرحبا بكم كل يوم. حبيت نحكي مع مستثمر يعرف بلادنا بلده. مستثمر هذايا اجينا من مصر، من سواري فنتشرز، هو بارتنر في سواري فنتشرز. معنا ابراهيم رمضان، مرحبا بك في تونس. مرحبا بك، شكرا جدا على الاستضافه. شكرا لك ابراهيم رمضان. انا قلت تعرف برشا تونس. قبل ما نحكيو على جزء اسئله نحب نسالهم لك، في كلمه سواري فنتشرز، شنو هو اختصاصكم، في شنو تستثمروا، وفي قد ايه تقريبا من مؤسسه ناشئه الستارت اب؟ أنا من صندوق سواري فنتشرز. ده صندوق فنتشر كابيتال، استثمار في رأس مال جريء. ده بيستثمر في الشركات الناشئة، ستارت ابس في مجال التكنولوجيا. احنا نستثمر في شمال أفريقيا، حجم الصندوق حوالي 70 مليون دولار. احنا حاليا في تونس بس عندنا أكتر من 70 شركة بطريقة دايركت وإن دايركت تروس. استثمرنا في صندوق فلات سكس لابس. إبراهيم رمضان، اليوم شنو هو اللي يخليك تستثمر في ستارت اب؟ شنو زوز ثلاثة أربعة خمسة أشياء اللي يخليك تستثمر في ستارت اب؟ احنا أهم حاجة بالنسبة لنا، ودي دايما بنكررها over and over، الفاوندرز. يكون الفاوندرز عندهم النوليدج والسبيريت والريزيلينس اللي هو الرحلة دي محتاجاها. إن الواحد يبتدي شركة ناشئة ويوصلها إنها توصل لمؤسسة، رحلة مش سهلة، بيبقى فيها تحديات كتير، ليها متطلبات كتير. فأهم حاجة بالنسبة لنا هو الأشخاص الفاوندرز اللي هم بيعملوا الشركة دي، عشان من غيرهم ما فيش شركة حقيقة. الحاجة التانية إن هم يكونوا عندهم النوليدج والإكسبيرينس اللازمة للموضوع ده. أكيد طبعاً مش عندهم الإكسبيرينس إن هم يقدروا يغطوا كل الإليمنتس بتاعت الشركة من أولها لآخرها. معظمهم بيبقى لسه شباب تحت سن 30، اشتغل في شغلانات تقليدية لمدة سنة 3 سنين، فدي حاجة متوهمينها، دي حتى هنيجي فيها. الحاجة الثالثة، which حاجة دي preference على الأقل بالنسبة لي، إن يكون البرودكت نفسه مش nice to have but necessary to have or need to have. لو حصل أي مشاكل اقتصادية مثلا، مش هيبقى الديماند اللي عليها هيختفي، لأن هي فعلا it's مجرد a luxury or a حتة convenience rather than إن هي حاجة essential في حياة الناس، حاجة بتحل مشكلة حقيقية. دي الشركات اللي هتفضل موجودة وتفضل واقفة على رجليها وهتفضل تكبر. إبراهيم رمضان، شنو هو أهمية التجديد الانوفيشن اليوم، والخبرة الاكسبرتيز والتالنت، معناتها الكفاءات لمؤسسة ناشئة؟ تكون شركات موجودة قائمة ممكن تكون ناجحة بس ما بتكبرش، مش هتكون تتأقلم من اللي بيحصل. وانوفيشن من غير خبرة غالبا ممكن هتكبر بسرعة جدا، بس بسرعه اكبر من هم يقدروا يعملوا الانفراستراكشر ليها الصح ان هم يقدروا يكملوا. فلازم الاثنين they need to go hand in hand. ف خلينا صراحه، احنا اكيد ما عندناش الابيليتي ان احنا نعمل البروبر انوفيشن في كل المجالات، بس احنا بطبيعه شغلنا بنشوف شركات في قطاعات كتيره جدا، بنشوف شركات نجحت وفشلت وبنتعلم من الاخطاء دي وبنتعلم من قصص النجاح دي، وبنحاول ان احنا ننقل خبراتنا للشركات وللفاوندرز اللي هم الانوفاتيف، اللي هم بيبقى عندهم سوليوشنز احنا عاده مش هنفكر فيها. فاحنا وجودنا معاهم هو مش بس فعلا مش مجرد الفلوس، هو ان احنا ننقل لهم الخبرات من وذر التيم بتاع سواري، وذر لو مثلا اريا احنا جداد فيها بنجيب لهم اكسبرتس من مختلف القطاعات ان هم يساعدوهم هم يكبروا. حوالي 2006-2007 كان عدد السمارت فونز اللي موجود في مدينة واحدة في أمريكا في نيويورك أكتر من السمارت فونز اللي موجودة في أفريقيا كلها كومبايند. إحنا النهاردة السمارت فونز اللي موجودة في أفريقيا كومبايند أكتر من أمريكا كلها. إحنا بنستخدم حتة الجاب اللي عندنا إنها تساعدنا إن إحنا نليب through processes تانية. يعني العادي كان هيبقى عندنا الدايل اب بعد كده الدي اس ال العادي and then we go into broadband 4G و5G. احنا بنتكلم ان احنا في phases من دي we skipped ودخلنا على طول على innovation الاسرع، and ده بيرفلكت على الاقتصاد عامة الدولة كلها. شكرا لك ابراهيم رمضان، ان شاء الله تزيد في الاستثمارات. يعني تبارك الله 70 مؤسسة ناشئة في تونس بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ممكن من اهم المستثمرين في الستارت اب في تونس. وانتم اقول لكم شكرا لتابعتونا، ان شاء الله نكون فعلناكم بالمحتوى هذا.